السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من لعبه سبايرو. اخيرا يا شباب وصلت هذه اللعبه، والله اني انتظرها من زمان وحاب اجربها معاكم باذن الله. راح نسوي لها تختيم للثلاث الاجزاء كلها، الجزء الاول والثاني والثالث راح نختمها باذن الله، ويعطيكم العافيه. طبعا شباب لا تنسون الاشتراك في القناه وضغط زر اللايك ونشر هذا الفيديو. استعدوا للرحله واربطوا حزام الامان وخلونا نبدا في عالم التنانين. وش عندكم في عالم التنانين؟ علمونا. ايوه اوكي، هذا نايم. حسنا لنبدا. يلا نبدا. ساد الهدوء هنا في العوالم الخمسه. حلو. ام هل هي سته؟ لعصر التنين لدينا الان 12,000 جوهره. ما شاء الله. هي 14,000. ماذا عن شخصيه ناس تنورك هذه؟ ادرك انه عثر على تعويذه سحريه لتحويل الجواهر الى مقاتلين يعملون لصالحه. اوكي. انا اجيب عن السؤال. ناستي نورك هو مخلوق بسيط. بسيط؟ متواجدا في عالم بعيد، وهو لا يشكل تهديدا لمملكة التناني. طيب. لا يشكل تهديدا؟ كما أنه بشع. بشع. عصب. طفح الكيل. كفو، عطهم. البس يا ولد وخذ السلاح وخلي وروح اجلدهم. قله حولهم ذا تماثيل. يبدو أن لدي عمل أنجزه. يلا أوكي، الحين عندنا عمل ننجزه. تبدأ المغامرة. أوكي شباب، هذا الحين حولنا إلى حول التنانين إلى أحجار، أو حولهم إلى شو اسمه هذا، قولوا معي لا إله الله، تماثيل. طيب شباب الحين دخلت الخيارات من هنا، اخترت خيارات، فيه عندي إعداد الخريطة، هذا يجي مهم فعل، فأنا فعلته أفضل. اوكي شباب شوفوا كيف، والله رسم اسطوري. هذا سباير، وهنا هذا ما ادري هي وش هذا، يعسوب اتوقع، يعسوب ما ادري، صححوا لي اذا طلعت اذا كان الاسم خطا. هذا اسمه سبارك او سباركس. اوكي انقذت نيستور. ايش عندك يا نيستور؟ يتمسح ثيابه بعد. شكرا على تحرير سبايرو. عفوا. حرر عشرة تنانين في الحديقة الخضراء، ثم اعثر على صاحب المنطاد وسينقلك إلى العالم التالي. أوكي. ماذا عن ناستي نورك؟ أريد اللحاق به. ناستي نورك هذا الوحش. أعثر على التنانين أولا، هذا كل ما أقوله. أبشر أبشر عمي، أبشر عمي التنين. طيب شباب الحين يقول لك أعثر على ذا، حرر عشرة تنانين. طبعا خلونا نروح نشوف نتمشى في هذا العالم. هذا عيال، شوف 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 ذا الحيوان معه كيس الحرامي، تعال وقف. ايوه اوكي جميل ممتاز. هذا شباب تنين ثاني. اوكي انقذ ديل بن. يلا يا ديل بن. رسام ذا. سأحرقه. تمهل يا سبايرو، مستعجل. لا يزال امامك الكثير لتتعلمه. هل تعرف ما الذي يفعله اليعسوب الذي يلحق بك؟ يعسوب صح عليك. اسمه سباركس. سباركس هو يساعدك ويحميك، انتبه. أوكي. له جيدا وسترى ما اعني. ما عليك ننتبه له، لا تخاف لا توصي. هذا سباركس. سباركس اذكره من ايام بلاي ستيشن 1. وش السالفه هنا؟ شوفوا كيف شباب لما تيجي تحرق العشب، شوف كيف يصير، والله روعه. ابدعتوا يا اكتيفيجن صراحه، اهنيكم. طيب عندنا هنا كم؟ 100 جوهره. وكم تنين عندي هنا؟ عندي 4 تنانين. اوكي هذا واحد. توماس، انقذنا توماس. حلو. هاي سبايرو، هلا. اضغط على زر القفز مرتين للتحليق ولا تخاف. اخاف من ماذا؟ السقوط من فوق قمم الجبال والسقوط في الانهار الجليديه من عصر ما قبل التاريخ. او فهمتك. اوكي اكس اكس يعني كذا، ممتاز جدا. طيب شباب انا بجمع الجواهر هذه وراح ارجع لكم. اوكي اوكي حلوين، يا سلام. اوكي شباب خلونا نحرر هذا التنين. ارغوس. اوكي ايش عندك يا ارغوس؟ معه بطيخه. جميل، افعلها ثانيه. زعيم الحديقه الخضراء خلف بوابه في فم التنين، لكنك لست مستعدا بعد يا سبايرو. طيب اولا
أكمل الأراضي الأخرى للحديقة الخضراء. اوكي عثرنا الحين على جميع التنانين. طب عشان ننتهي من هذا يا عيال لازم أجمع أو أفوز بكل المراحل. اوكي أنا جمعت 100 جوهرة الحين، فخلونا نبدأ في التل الصخري، نبدأ بهذه المرحلة. اوكي جميل. اوكي شباب حلو وصلنا، وهذه أول مرحلة. يا سلام، أوه عيال عيال فيه تيس ذا قرون. اوكي هذا كم فيها؟ فيها 200 جوهرة. طيب ممتاز، أنا لازم أجمع الجواهر في كل المراحل، عرفتوا علي؟ التيس التيس التيس، تعال يا تيس، خذ على رأسك يا ولد، تعال تعال يا أخوي، انقلع، عطى على رأسه. حلوين والله يا عيال، صراحة الرسومات جدا رهيبة. تعال انت. اوه هذا شباب اول تنين. اوكي ليندار، عندما تحرر تنينا او تصل الى منصته سيحفظ تقدمك، قد يكون ذلك مفيدا ان واجهت بعض المتاعب. حلو، كأنك ستواجه الكثير من المتاعب سبايرو. كفو عليك، يعني مثل التشيك بوينت. كويس، الله والله فن في شيء، خلينا شيء. ها هذه مثل التشيك بوينت. هلا متابعة. هلا 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 يا فراشة، اتوقع اسمها الزوي، اتوقع صغيرة هنا ما جاي، ما جابوا اسمها. طيب انا ببدأ بهذا الجانب هنا. هلا تسمعون صوت هذا تيرير، والله قديم. هلا 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 شباب مشعوذ، تعال ايها الساحر المشعوذ، تعال ايها التيس. هذا هو يا شباب التيس، انا اسمع صوت هذا تيرير، هذا يبغاني اطارده، اذكره من الاجزاء القديمة لاني انا لعبت الجزء الثاني في بلاي ستيشن 1 ولعبت الجزء الثالث في بلاي ستيشن 1. الثاني اذكر اني ختمته، لكن الثالث كان في مشكله اتوقع بنفس الشريط، بعدها يا رجال سحبت. طيب اوكي اوكي هنا. طبعا هذا شباب تنين جيلداس، حلو رسام. سبايرو يا صديقي، ما رايك بنصيحه عن التحليق؟ هات. لما لا؟ للتحليق لأطول مدة اضغط على زر القفز عند أعلى نقطة من قفزتك، ثم حاول الضغط على زر التنفيذ للهبوط في منتصف الطيران. وش زر التنفيذ؟ طيب عطني، خلوني أشوف في الخيارات هنا إذا فيها زر التنفيذ. إعدادات التحكم، قائمة الحركات، وين التنفيذ؟ تنفيذ تنفيذ، ما في يا أخوي شيء مكتوب اسمه تنفيذ. المهم ما علينا، المهم هنا علينا بهذا. اتوقع انكم مثلث وزر التنفيذ اللي يقصده، ما ادري، المهم ما علينا. اوه شوفوا الشباب هنا في مكان لازم تركزون، طبعا سبايرو عندهم يا رجل اماكن كثير لازم تكون مركز فيها كذا، خاصة الاماكن اللي مثل هذه تجي فيها جواهر واشياء. كاني قبل شوي شفت تشيك بوينت، وين هالتشيك بوينت هذيك؟ ايوه انتبه 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 انتبه. ايوه وش فيه هنا؟ في شيء؟ طيب اوه والله عيال مكانها مخفي، يا سلام. هذا هو، هلا اخبار والله عيال، هذا اذكر كان يهبل فيني زمان. تعال سريع بعدين، ما تقول انه بطيء، لا سريع، لكن ما عليكم يا شباب نجيبه. اوه يا غدار، يعني شباب نجيبه، ما عليك لعيونكم يا سبايرو احرقه، حقير الادب. اوكي حلوين، اخذنا من عنده بيضه، ممتاز شباب. الحين كذا اخذنا بيضه، وهذا خلينا ننزل تحت، فيه مكان انا ما جيته. اوكي شباب هذا المكان انا ما جيته، كويس. تعال ايها الخروف. اوكي
العودة إلى الوطن. لا ما نبي نعود. أستر. بعد أن حررت جميع التنانير أعبر من خلال بوابة ثينجا ماجيجر الفارهة هذه، ستعيدك إلى الحديقة الخضراء. طيب. لكن أولا دعني أخبرك بهذه القصة. هات. لا شكرا أراك. هاي ما خرج، ما خرج أليم. أوكي شباب، أنا قبل شوي هنا عند هذا المكان شفتينا في مكان سري تحت. لازم يا صديقي تفتح عيونك، هنا في شيء. طيب أوه مفتاح. طيب هذا ما تنحرق، لازم كذا بالركضة تركض كذا سريع وتأخذها يا مدير. طيب باقي لي كم الحين؟ باقي لي تقريبا 25، لا 15. هذه باقي لي 15 الحين. ممتاز شباب، ممتاز. أوكي أخذنا هذه هنا حياة. أوكي شباب هنا توقع هذه تكمل لي العدد. هنا باقي التنين. ووه باقي حبة، باقي حبة يا عيال. الحين تقدر تدور عليها وتحوس. يلا يا قافين، ايش عندك يا قافين؟ جايب شاهية معه. راقب اليعسوب سبايرو، فلونه طيب. يدل على قوته. طيب عندما يأكل فراشات يبقى قويا مثلي. طبعا احس ان سبايرو يا عيال يسلك لهم. اوكي شباب هذول هم لقيتهم اخيرا. يا سلام. اوكي اكتملت المرحلة 100%، ممتاز. حلوين شباب، الحين نرجع لعالم الحديقة الخضراء. ممتاز جدا. اوكي شباب هذا حنا رجعنا، خلونا نروح يا شباب على المرحلة الثانية. اوكي شباب نروح ساحة البلدة، شوف ايش فيها ساحة البلدة. اوكي هذا احنا يا شباب وصلنا الى ساحة البلدة. نبدأ وشي، خلونا نتأكد كم فيها جوهرة. هذا فيها 200 برضو، فيها 4 تنانين. هلا هلا بالدجاج. ايوه والله حلوة يا شباب كذا، يعني فيها تفاعل، تحس مو مثل حقة بلايستيشن 1، تحس ان كذا حقة بلايستيشن 1 شوي باردة، هذا تحس فيها تفاعل من الاشياء اللي حولك. طيب ممتاز، هذا اول تنين نيلز. هلا بالشنب. أهلا بك في ساحة البلدة يا سبايرو. هلا فيك. ابدأ الاستكشاف بالتحليق إلى منطقة الثيران تلك، فقط ألقي نظرة جيدة. ما عليك لا توصي، هذا منطقة الثيران. تعال. الله الله ولا لا لا. آها لازم كذا على مرحلتين تضربها. اوكي لازم هذا الثيران شباب على مرحلتين نضربها. أول شيء تعطيها كذا بالسرعة، قد تناطحان انت وياه، بعدين اذا طاح وش تسوي معاه؟ ذا شو اسمه. اوكي ها يا سلام، حلوه هذه الحركه. ها ايش فيه؟ يعني مثل ما قلت لكم، يعني تناطحان بعدين وش تسوي انت وياه؟ ذا لا اله الا الله محمد رسول الله. بعدين يا طويل العمر تعطيه بالنار. اوكي حلوين، خلنا يا شباب فرصه. والله عيل بغيت اطيح في المويه بس كذا كنت على شفا، على شفا حلو. ديفل او ديفلين، ديفلين. هلا والله عطني كيك. شكرا يا سبايرو. حط اسم سبايرو عليها. نصيحة علي اخبارك بها. هل تعلم انك تحصل على اطول تحليق لك عبر الضغط على زر قفز في اعلى نقطة في قفزتك؟ والله توني ادري، طال عمرك منك ادري فيها من زمان يا طيب. ايوه حطة. ها اسمع صوته ذا يا عيال السريع. ديدي ديدي دي دي. يضحك بعد، حقير الادب. شوفوا هذاك هناك، هذا هو. يا اخي رهيب. اوه هذا الثور ما يحتاج، يعني بضربه واحده كذا. طب خلوني اول شيء اجمع.
طيب ممتاز. انا تحمست شوي سحبت على هذا الكراتين. اي كراتين يا اخي متاثر بكراش انت؟ الصناديق برضو الصناديق حقت كراش الفار. سبايرو هل أيوه؟ رايت رجلا يرتدي الازرق ويجري هنا؟ انه لص وقد سرق بيضه التنين. عليك ان تتعاقب هو وان تحصل على البيضه. اجري اجري. يبدو انني مررت بعاصفه. لا يا شيخ ما يمديني هنا. طيب ما في مشكلة، هو يبينا نطارد هذاك. ديرد. طبعا جمعت 105 جواهر. طيب الحين انا كيف اروح الجهة الثانية؟ الجهة الاخرى لازم لها عيال طريق عشان نروح معاه. من هنا ما اقدر، ما ابغى اعود انا للوطن. في 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 طريق اكيد. من هنا من هنا. كويس اوكي، هذا هي الحركة. طب اول شي خليه، والله يبي يهبل فيني هذا. هذا عيل لازال يطاردني. وش انا اللي اطارده؟ وش اللي لازال يطاردني يا الحبيب؟ ضيعت انا. طب وش، خلوني اسحب عليها اجمع هذولي، ابي اجمع الجواهر اول شيء بعدين برجع له هذا الاهبل. طيب ما في مشكله. ممتاز. هذا مثل الفرن. اوكي حلوين شباب، جمعت 200 جوهره وانقذنا ثور. شوف الحقير ستانس قاعد تضحك. ها والله طردي وراك لين اخلص المرحله. اوكي حلوين شباب، خلص المرحله الحين. خذ الفوز يا حبيبي، العوده الى الوطن. الحين نرجع شباب الى الحديقه الخضراء. طب شباب خلونا نروح الى جوف الظلام. جوف الظلام. اوكي شباب وصلنا هنا جوف الظلام. طيب حلوين، خلونا نتاكد اول شيء كم عدد الجواهر فيها. 100 جوهره وثلاث تنانين. كويس، يعني ما اتوقع انها طويله باذن الله. ان شاء الله بس تكون طويله. هذه شباب هنا تحتاج مفتاح، هذه تحتاج الى مفتاح، لازم ندبر المفتاح الحين. هل الدب ذا يضحك؟ اول ضربة يا شباب اتلقاها. تعال انا اعلمك انت وياه. يضحك بعد، تعال. شوف صار لون ازرق لما انضربت، يصير لون ازرق، الحين يرجع ذهبي. اطلع. سلام. لا بينفعكم الدب ذا حقتكم، ولا انتم تنفعون انفسكم بدروعكم بالنايمة. تعال ايها الدب. ولعها، نولع ابوها. ما عليكم ازهلوها انتم بس. طيب شباب هذا اول تنين. داريوس. هاي داريوس. الأعداء الكبار مثل هذا النورك الذي يحمل مضربا لا يمكن مهاجمتهم، لكن نيرانا سريعة ستهزمه بالتأكيد. ما عليك، أنا قد خلصت منهم وهزمتهم، التوك تعلمني. طبعا أنقذت تنين واحد، باقي التنانين وينهم؟ أوكي شباب أحس أن هناك في ممر سري من هنا. صح أنا هنا ما جيت. هو أحسن شيء أن الخريطة يا عيال توضح لك كل حاجة. يا حيوان الحقير ضربني، بس انه ما تأثر سباركس. كويس هذا اهم شيء. اها فهمت لك، فهمت طريقتك، طريقتك الطيب كذا. وخر اوكي شباب.
حلوين. أوسيون أو أوسوين حتى يا شيخ النطق ما أعرف أنطق شفيني. سبايرو هلا، تريد أن تسمع سرا؟ اضغط على زر تنفيذ عندما تريد النظر بعيدا وفي الأرجاء. تنفيذ مثلث بأمان معي. هذا التنفيذ يا شباب، مثلث هو التنفيذ. أوه شباب لقينا المفتاح، كويس. هذا هو المفتاح اللي في البداية احتجناه عشان نفتح هذا. شباب في مكان فوق، أنا درعمت على طول ما انتبهت كذا وسيدة شيت. أوكي هذا شباب المفتاح. يا شيخ ابعد، جيبي يا مدير، جيبي يا مدير. طيب حلوين، كملنا المرحلة. البين هذا أنت، لم أكن واثقا أنك ستهرب من تلك المخلوقات المزعجة. بالطبع لم تكن لتزعجني، لكن إليك نصيحة. دروعها المعدنية مضادة للنيران، لكن هجوم مندفع واحد سيفي بالغرض. مندفع اللي هم مربع. أثرت على جميع التنانين واكتملت المرحلة. يا سلام، والله جميل، شيء جميل. هنا نكون خلصنا مرحلة شو اسمها هذه حقت الظلام، ونعود إلى الحديقة الخضراء. يا سلام، السماء المشرقة. يلا شباب نروح إلى السماء المشرقة. أوكي شباب وصلنا إلى السماء المشرقة. طيب شباب الحين نروح نجيب الصناديق أول. أوكي ممتاز شباب، نجيب الحين. اوكي ممتاز، باقي ثلاثة، باقي واحد. ممتاز، اوكي حلو 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 حلو، ممتاز ممتاز. طيب ممتاز شباب، هذا تجيهم عكس افضل احس. يلا 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 يا تبن، تحقيق الأدب. طير 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 طير. طيب طيب هذه هذه باقي هذه، بس لو أصبر، لو يصبر بس سبايرو عليه شوي الوقت هذا اللي يجلط. اوكي ممتاز، تكفون تكفون. يلا 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 بس نبي نصبر، باقي حبتين، باقي حبة. يلا آخر حبة، آخر حبة، آخر حبة، هذه هي. يلا يلا كويس، الحين نجيبها، نقدر نستطيع. يس كويس، أخيرا جبتها. والله هذه شيء شباب، هذه أصعب مرحلة صراحة واجهتها. فخلص كذا نكون خلصنا. طيب شباب نجي هنا نشوف ايش فيه. أوكي توستي، خلونا نروح هنا شباب ونشوف ايش فيه. أوكي الحين شباب عندنا مواجهة لأحد الأعداء. الله يستر، شكله ما عندنا متر، ما أعرف أتصرف يعني، بشوف إيش بسوي أول مرة. أوكي أوكي شباب عندنا هنا 100 جوهرة. لا 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 لا، قسم بالله شباب حسبته خروف. شوف حقير الأدب يا حيوان. طيب لو ضربته كذا، اوف والله ما اقدر. لا 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 لا، يقول لك ضربتين في الراس توجع. ترى الحين شباب ما عندي ولا سباركس، يعني ضربه واحده اروح فيها. لا لا اسحب 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 عليه، نحش. اوكي
لا 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 امزح امزح. حقيق الادب والله اضرب كنت وياه. اوكي اهم شيء شباب هنا الحين هذول نجلدهم. ابي شيء شباب ينقذني. ما معقول ذا الكلام يا زول. حلو 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 هذا شباب دبل دبل نار يا حقيق الادب. اوح والله يا البغى والله قتلني. وين بغى قتلني والله. لا ادبك اوح والله هو اللي ادبني. حلوين شباب جلدناه. لا تقعد تشمشم يا وسخ. خل هذا التنين بعد شوي امشي الحين خلينا نروح نجمع الجواهر. اهم شيء اهم شيء انا عندي صراحه اني اكمل المرحله 100%. طيب نيفين او نيفين وضع ناستي نورك أحد أكثر أتباعه خداعاً مسؤولاً عن الحديقة الخضراء. اجلبه إلى هنا. أظنني أشتم رائحة شواء. كفو. كن حذراً يا سبايرو. فتوستي مخادع كبير. توستي. أوكي وين هذا توستي؟ ليكون هذا هو يا شباب. هذا هو توستي. قل لي. ها؟ وش ذا؟ ها؟ هذا عيل خروف. تعال إلى هنا. لا والله ما تضربني يا زق. ها أضرب. هلو. التست المحروق. ليكون هذا هو. والله أنا صعبتها على نفسي بشكل واحد قوي طلع ما عنده سالفة. طيب جمعنا 100% واكتملت المرحلة كويس. طيب شباب أنا الحين بروح عند هذا بشوف وين بيوديني. هلا. واو أرى أنك كنت مشغولا بإنقاذ التنانين يا سبايرو. أكيد. يمكنك السفر إلى عالم قوات حفظ السلام إن كنت ترغب. أكيد أرغب. أنت مستعد للذهاب؟ روح إلى موطن حفظ السلام. يا سلام ركبنا المنطاد ومشينا. اوكي شباب وصلنا هنا. طيب يا سلام تايتان. اهلا بك في موطننا. انظر كيف تمت سرقة كنزنا واستخدامه ضدنا. ليه؟ ارجوك استعد كنزنا يا سبايرو. طيب اجمعوا الكنوز. فهمت. نجمع الكنز ليش لا. نجمع لكم الكنز والله ما طلبتوا شيء. وين 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 وين؟ وين؟ اختبوا في الخيمة. حقيق الأدب. تعال. طيب هذا التنين الثاني. ماغنوس. مرحبا سبايرو. هلا. لقد كان سباركس العصوب يقوم بعمل جيد بحمايتك. أكيد. تأكد أن تبقي عليه قويا عبر إطعامه الكثير من الفراشات. أبو كرش. أوه هذا شباب هنا علامة. هل ممكن يضربها لازم يا شباب؟ ممكن. والله ليش لا ممكن. أوكي حلوين. ها اضرب يا غبي. طيب شباب خلينا نحرر هذا جانير. احسنت يا سبايرو. تابع العمل الجيد وانا متاكد انك ستحقق قدرك. قدري
أريد فقط أن أقضي على أحرق أولئك الأعداء واجمع الكنوز. فارفع على جميع التنانين. ممتاز جدا ممتاز. أوكي شباب هذا هنا المفتاح. طيب كويس هذا المفتاح راح يفيدني. أوكي هنا شباب في منطقة سرية. أتوقع هذه المنطقة السرية اللي فيها باقي الجواهر ممكن. إلا شباب فيها باقي الجواهر. متأكد 100%. أوكي شباب أنا كملت المرحلة الحين على أكمل وجه. راح أوقف هنا يا شباب أوكي. طبعا نكمل إن شاء الله بالحلقة الثانية السلسلة هذه. صراحة أنا متحمس لها والله سبايرو. فراح أكمل يا شباب السلسلة الثانية بحلقة أخرى إن شاء الله. وبإذن الله نختم الجزء الأول والثاني والثالث. ويعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة. أحب أقول لكم في النهاية لا تنسون الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ونشر هذا الفيديو. الله يسعدكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير. يعطيكم العافية وسلام.